السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش متلخبطة. أستاذ خالد، الحاج خالد، عامل إيه؟ أطيب وأحسن واحد بينضف لكم السمك يا جماعة. بصوا بقى، إحنا بنعمل السمك ده إيه دلوقتي؟ ده أنا تنظيف قلي عادي. أنا بصوا هلزق جنبيه جامد أهو، كده كده أنا اتبهدلت واتزفرت يعني. لو ركبت الأندرايفر الراجل هيرميني من الشباك. وده عشان ده تنظيف قلي. ده تنظيف قلي. أه. بصوا يا جماعة، ما شاء الله، بصوا على انا بجيب لكم شكله بس عشان تعرفوا شكله. بصوا معلش يا عم خالد، بصوا الراجل الطيب ده ما شاء الله كله رزق البنات. كده يا جماعه عمل لكم السمكيه. قال استنى افتح كده شويه، انا بعمل لكم بس معايا اهو عشان ايه. هو ده سمك ايه بقى؟ بلطي ايه؟ لا بلطي مزرعه بيجي من كفر الشيخ. طب قول لي الانهي الاحلى في الاكل، المزرعه ولا الاسمر ده؟ لا الاحلى الاسواني. احلى الاسواني؟ اه. يعني اجيبه وتعمله لي في ليه؟ اه عشان الاسواني ما بياكلش عدس، ده بياكل عدس. اه. لكن الاسواني الطبيعي. طب ماشي، بنعمل في ليه بقى عشان ايه رايك؟ ممكن تعمليه في ليه، ممكن تعمليه. ما هو ده راجل، الراجل ده عنده اسواني بيقول لي ب 60. هو اخره بكام؟ ممكن يكون تعبان. طب اعرفه ازاي طيب؟ انا اعرفهولي. ماشي. بس تجيب لي سعر حلو بقى. انا هسيبك انت تشتري، انا عايزه سمكتين. لا مصري. شوف كده. هو يا جماعه هيروح يشتري لي سمكتين بولتي اسواني وهيخليهم لي فليه. وكده عشان البنات بيحبوا السمك مخلي فليه طبعا. والبولتي الاسواني يا جماعه بيقول لكم حلو جدا 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 يعني. طبعا انا ايه يعني، انا اسفه للمنظر. قال لك بكام؟ اي كلام. مش حلو؟ طب انا اعرف ازاي ان هو حلو؟ لو حلو احنا بالك ما دام هو مصفو بقى فاتح بيلمع، بتبقى السمكات بتلمع. اه. لكن ده السمكات تعبانه باين عليها. والله؟ يعني مش هناكل سمك في ليه النهارده؟ لا. لا. صريح الراجل والله، بص هيروح يدور لي. يا جماعه بصوا السوق النهارده حلو قوي يوم الجمعه. وعلى فكره ناس كتير قوي فرشه وما شاء الله سمك كتير، اللهم صل على النبي. ربنا يوسع على الناس كلها اللهم امين. بص هيجيب لك السمكه يوريها لك. لو حلو تبقى السمكه بتلمع، ما تبقاش مطفيه زي كده، يبقى بتلمع جامد. اه. بص السمكه مطفيه، بص. دي مطفيه يعني، هي مطفيه كمان؟ اه. لكن لو حلوه تلاقيها بتلمع. طب ما تشوف لي كده عند اي حد الله يكرمك. ماشي. وريهاني. احنا خرجنا من السوق بتاع الخضار، رحنا على سوق السمك. بصوا من وسط السوق كده في فتحتين، يعني في هناك اهو وفي هنا. بصوا بقى خليكم معايا. الجو صعب، بس الشمس صاعدة قوي، الجو صعب قوي قوي. اهو اللي بقول لكم عليه الفتحه دي بتدخل على سوق السمك. طبعا النهارده الجمعه في ناس بتقعد بره. سنة دي هنا بيبقى جمله من الساعه من بعد الفجر. جمله جمله بيبقى طاي جوه بقى. احنا ما لحقناش القطايه يا جماعه، القطايه بيبقى من الصبح كده لغايه الساعه 10. فالله المستعان. في حد باين، نروح نبص عليه كده. شوف كده لو لقيت حد قاعد بره هصور معايا. اه. انا بقى خدوا بالكم من نفسيكم ومن هدومكم. في ناس اهو. اكلمكم عن الحراره والسخونيه ودرجه الحراره جامده. ادعوا لي بقى ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وانا ايه راح اسوق السمك بجد، مشوار صعب.
مشوار صعب من هنا لهنا لهنا لهنا. السلام عليكم، ممكن اصور؟ اصور؟ ده ب 60 وده ب 65. السلام عليكم الاول. انا هصور وهقعد. خير يا عسليه. يا بنتوا ناس طيبه عندكم. يا نهار ابيض الحديد ايه نوع؟ تحب تطلع؟ تعالى هنا بقى معلش. لا مش هجيبك، تعالى هنا. السلام عليكم، اسمك يا باشا؟ محمد بكر. تعالى محمد كده عشان الاضاءه كده، مش عارفه الاضاءه انا شايفك. محمد بكر، محمد عندك ايه دلوقتي؟ عندي بنت مزرعه. مزارع؟ مزارع اه. عامله 60 جنيه. تعالى كده شويه، ده 60. الواحده تعمل لها كام؟ في كيلوهات وفي 700 وفي رصاص. اه تجمع مختلف. ده ب 60 جنيه؟ 60 جنيه والله ما شاء الله. طب اخره كام؟ ايه؟ اخره كام؟ لا ده اخره 60. اخره 60. وده ايه بقى؟ ده بولتي اسواني. طب هاتوا لي كده عشان الناس تعرف. بصوا الفرق يا جماعه من الاسواني. انا حاسه ان انا اللي قاعده غلط. الاضاءه معلش. هات ايدك كده. ايدك ايدك كده احسن. تعالى بقى اهو. بص اهو انا شفتك كده. الاسواني ده بلدي بتاع النيل. اه ده بلدي. ده بكام بقى؟ ده ب 35 جنيه بس. ده ب 35؟ لا انت بتهزر، ده طازه 35 جنيه. يا جماعه بصوا احنا في السوق بره. هسالك سؤال بقى معلش، حضرتك المعلم صح ولا دلوقتي انا عايزه اجي السوق، اجي اشتري سمك الصبح من بره هنا، يبقى من الساعه كام؟ الساعه 7. الساعه 7 من بعد الجمله ما بتاخد، انتوا بتبيعوا لغايه الساعه كام؟ 10 مثلا؟ الساعه 7. يعني جت متاخره. انا كل مره جاي متاخره والله العظيم، لازم اروح الشغل متاخره واجي اصور متاخره. جمبري سويس اهم. استنى بس دي بقى، هنتكلم على السمك ده ب 35. اخره 35 ولا 30؟ 35 على طول. 35 على طول. ما طب ممكن امسك واحده بقى عشان انا ايه؟ خبيره سمك. الجسم طازه، العين صاحيه. بص يا ولاد زي الفل. ده شوي طبعا، شوي وقل. شوي وقل اه. واحنا قلنا ده 60. البوري بقى اللي فاضل ده. البوري بقى نعلى 90 جنيه. بقى نعلى 90 زي الفل. نيجي بقى هنا للجمبري ده. عندنا جمبري سويس اهو. دي كام باشا؟ 270 بدل 400. 270 ده طازه؟ ده النهارده اهو. طازه 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 طازه. ماشي. طب ينفع نشتري جمبري بالقسط؟ الله يصلح حالك. 200 وكم؟ 270 بس. بص يا جماعه الجمبري ب 270. 270 واحنا اتاخرنا بس لقينا برده ناس زي الفل. احنا كل ما نتاخر نلاقي الحاجه ارخص ولا ايه؟ لا لا هو انا سعري عامه واحد. السعر واحد بس ايه يعني؟ انت بصراحه سعرك حلو قوي. ما يمشيش 250 يابا؟ لا والله جملت وانا كده، انا احط عليه 10 جنيه زي الفل. ده قلنا 35 ودوت 60 صح يا عسل؟ وده 90. ده فاضل 3 بس. وده بقى اشري بيوت. اشري بيوت. تمام. عاملين عليه 10 النهارده 170 جنيه بدل 250. تمام. ممكن بس واحده في ايدك كده. انا الاضاءه بقى طبعا عشان الشمس حاميه يا جماعه، مش عارفه بس ايه انا بقرب لكم كده. طول ما السمكه محمره مش مزرقه تبقى طازه. سامعني؟ وتشموا بقى السمكه لو فيها نشاجر. لا باينه وبيضه هيك. الشوك فيها كمان. اه طب ما هو قشر بياض ما بيبقاش في شوك ولا انت بقول لك يعني؟ لا ما فيهوش شوك. اه في ناس تقول لك الفيليه فيه شوك. لا ما فيش شوك اهو. ده ايه بقى؟ ده ماكريل درجه ثانيه. طب تعالى هاتي لي كده بقى. ايوه ده ماكريل درجه ثانيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا جماعه انتوا شايفين؟ انا شايفه. بكام؟ ده ب 60 جنيه. 60 جنيه. الاسعار مهاوده. جميله. طب حضرتك بتقعد كل يوم؟ انا عندي جمبري اهو دمياطي. اه خلص ما شاء الله. ب 1000 هنا وشفا اللي فات. بعته ب 310. ب 1000 هنا وشفا. ب 1000 هنا وشفا. ب 30 كيلو. ب 1000 هنا وشفا. ب 1000 1000 1000 1000 هنا وشفا يا جماعه للي خد. بسم الله ما شاء الله. انت بتقعد كل يوم؟ كل يوم. طب ينفع تدينا تليفونك؟ دي كارت يا محمد. اسم حضرتك ايه بقى؟ ابو محمد. ابو محمد. بص يا جماعه هو في السوق بره. هنا انا محل رقم 11. محلك رقم 11 جوه؟ يعني هيجي عند 11 هيجي معاك رقم. انا هجيب لكم بقى الارقام عشان في ناس بتيجي تسالني تقول لي ايه رقم التليفون احنا عشان نتواصل. طب ادينا العنوان. طب ادينا حط رقم ويفضلوا يسالوني. انا هحط التليفون يا جماعه اهو. بص الجمبري
اظبط. حط بقى الجمبري يا عم، حط على الجمبري كده القطن بتاع الجمبري، شفته الجمبري برقم التليفون. بص اهو قربت اهو، ثبتوا الشاشه وخدوا الارقام واتصلوا بيه في اي وقت. في اي وقت ولا امتى لامتى؟ اي وقت طبعا، اي وقت. وشوفوا هو بيقعد امتى وبيقعد فين يا جماعه، والاسعار عنده حلوه قوي 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 قوي. انا بقى هشتري على فكره سمك من ده، ماشي؟ انقيه بقى ولا هتنقيه لي؟ انا ممكن انقيه انا، انا هنقي السمك بتاعي ممكن؟ ماشي. انا عايزه 2 كيلو. بسم الله. انا هنقي سمك اسواني احلى يا جماعه اهو. انا هاخد 2 كيلو سمك. هو يوزنهم لي بقى ويظبطهم لي ويلا بينا بقى. هو هتعملهم لي وتنضفهم لي؟ التنظيف عندك بكام؟ تسلم يا اخي تسلم. اهو بينزل سمك تاني اهو، ننقي براحتنا بقى. اسيبكم بقى وانا بنقي السمك عشان ابقى ايه